لقبالة تم العروس تم تخلو لها الساحة مهابة للإنتاج الفني ورحب بقبالها يلغي دودق التحية نغم والهنا بحضورها زادت تفاصيل الهنية في استوديو نغم لقبالة تم العروس تخلو لها الساحة مهابة لقبالة تم العروس تخلو لها الساحة مهابة رحب بقبالها يلغي دقن التحية والهنا بحضورها زادت تفاصيل الهنية يوم فرحة بنتها جوه الحبايب والقرابة وشاركوها الفرحة بسرعة أميرة البهية شيخة الشيخات بنت العز ورايتها علية وارثة عزه وطيبة والفخر دعبر هوية والف مبروك للعروس اللي جمعت ذوق وذرابة يا عسى التوفيق دايم حولها ظل وسحابة بنت ابوها اللي على العزة تربت والرتابة عالية باخلاقها والطيبة والعفة سجية نم والله في ابوها ذخر النجا واعتزابة ومدحت اخوانها للمرجلة رسول خواتك الحسن بالزين عزن ومهابة كنهم ضبي الغزال بزينهم والجاذبية والختام الله يدي مستعد فالعمر ورحابة والسعادة يا عسى بزياركم دايم وحية لقبالة أم العروس خلو لها الساحة مهابة رحب بقبالها يلغي دقن التحية والهنا بحضورها زادت تفاصيل الهنية يوم فرحة بنتها جوه الحبايب والقرابة وشاركوها الفرحة بسارة أميرة البهية شيخة الشيخات بنت العز ورايتها علية وارثة عزة وطيبة والفخر دعبر هوية والف مبروك للعروس اللي جمعت ذوق وذرابة يا عسى التوفيق دايم حولها ظل وسحابة بنت ابوها اللي على العزة تربت فر وتابة عالية باخلاقها والطيبة والعفة سجية نم والله في ابوها ذخر من جا واعتزابة ومدحت اخوانها للمرجلة وسود يابه هم سندها في الصعاب وذخرها في كل هية وخواتك الحسن بالزين عزن ومهابة كنهم ضبي الغزال بزينهم والجاذبية والختام الله يدي مستعد فالعمر ورحابة والسعادة يا عسى